أهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا قطع عصافير الزينة. النهاردة هنكلمكم عن طيور الهاجرومو. طيور الهاجرومو دي طفرة من طفرات البادجي، وتعتبر شكله في كل حاجة ما عدا اختلاف بسيط في شكل تاج على الرأس، وكمان وجود ريشة على شكل زهرة الفلة على ظهر عصفور الفلل أو الهاجرومو. لكن طريقة حياتهم تشبه تماما طريقة حياة عصفور البادجي الاسترالي. احنا فتحنا العش قدام حضراتكم، لقينا فيه فرخ فائس بتبيض انثى الهاجرومو من 3 إلى 7 بيضات في المرة، وبترقد على البيض مدة 17 يوم إلى 21 يوم. ان كان الجو حار بتفقس بعد 17 يوم، ان كان الجو بارد بتفقس بعد 21 يوم. احنا فتحنا العش النهاردة نتفقد حالة البيض والفروخ. لقينا الفرخ الاول فاس. في الحقيقة ان الفترة دي واجب نغير النشارة باستمرار داخل البياضة عشان ما تلتصقش الفضلات في ارجل الطيور، وما يحصلش التصاق للفضلات في قشرة البيض فيحصل لا قدر الله كبس للبيض، لأن الفرخ ما بيقدرش يكسر البيضة من الداخل في وقت الفأس، وعشان كده نغير النشارة باستمرار. نهتم كمان في الفترة اللي فيها فروخ ديت بأننا نقدم البيض بالبقسماط، ده مهم جدا لكبر حجم الفروخ بسرعة وخروجهم من البياضة على 35 يوم من الفأس. كمان في الفترة دي نمتنع عن تقديم الخضروات للطيور، بالذات لما يكون الفروخ عمرها أقل من أسبوع عشان ما تصابش الفروخ بالإسهال. عند تمام 35 يوم من رؤاد من خروج الفروخ من البيض، اعزل الفروخ في قفص مستقل، لأن الأم بتاعت الهاجرومو هتكون عايزة تبيض من جديد وتعمل رؤاد ودورة حياة جديدة، فطبعا هتهاجم الفروخ لأن بيعقوها عن هذا الوضع. كمان في الفترة دهيت نمتنع عن تقديم المحفزات عشان الذكر ما يطلبش الأنثى للتزاوج ويخش يهيجها من رؤادها على البيض، وتحرص على أن أنت لما تفتح البياضة لتفقد الفروخ والبيض تخبط خبط خفيف على باب البياضة عشان تتنبه الأم وما تدهس الفروخ ولا البيض. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. هنجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم. يا ريت لو ما اشتركتش في قناتنا تشترك في قناتنا، شرف كبير لنا. إلى اللقاء في فيديو آخر، تقبل تحياتي.